أحسن الله إليكم نعود أيضا إلى الأسئلة حفظكم الله هذا يسأل يقول ما حكم تفسير الرؤى والأحلام التي أراها في المنام هل يجوز البحث عن تعبير لها وما كلمتكم للمعبرين الذين يعبرون للناس ويحدثون بعض الإشكاليات الرؤى لا تهمك الحمد لله لكن إذا رأيت شيئا يسرك فاسأل عنه من تثق به من يعرفون تأويل الرؤيا أما إذا رأيت شيئا تكرهه فاكتمه ولا تطلب تعبيره أو تفسيره ولا يضرك إن شاء الله، نعم